استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وقد استعرض سموهما الوضع المالي والاقتصادي والبحث في السبل والآليات التي تكفل للمسيرة الاقتصادية المزيد من النمو والتطور الذي يدعم الحراك التنموي الشامل. وأكد سموهما أن التحديات التي يفرضها الواقع الاقتصادي المحلي بالإضافة إلى الوضع غير المستقر في المنطقة تستوجب تبني آليات جديدة وإجراءات فاعلة تجعل الاقتصاد الوطني أكثر ديناميكية وأشد منعة من التأثر بالتحديات المختلفة. كما استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء جملة من الأفكار والرؤى التي تدعم التنمية وتضمن أن يمضي الاقتصاد الوطني باتجاه تصاعدي نحو المزيد من النمو والتطور.